الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا، ذا الضم أبدلا. وانتهينا من هذا البيت شرحا وإعرابا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: بياء وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا. بياء، الكلام موصول لما سبق، هناك قال: ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء. بعد الكسر ذا الضم زي ايه؟ ها؟ مثال ايه؟ ها؟ سنقرئك، خلاص؟ ولخفش بعد الكسر ذا الضم، أي الهمزة المضمومة الواقعة بعد الإيه؟ بعد الكسر. بياء، خلاص الكلام هنا إيه؟ بياء. ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء، يعني يبدلها إيه؟ ياء. كيف يقرأها؟ سنقريك، سنقريك، خلاص سنقريك، نقريك. طيب، وعنه الواو في عكسه، عكسه هيبقى ايه؟ مكسور بعد ايه؟ واقعة بعد ضم، زي ايه؟ سئل. يبقى ايه؟ وعنه الواو في عكسه، في عكسه، في عكس مضموم بعد كسر، يبقى مكسور بعد ايه؟ بعد ضم، يبقى تبدل ايه؟ هذا مذهب الايه؟ مذهب الأخفش، إضافة إلى ما سبق. يبقى هنا الكلام زائد على ما سبق، وفي غير هذا بين بين، يعني إحنا عندنا سنقرئك على القياس، إيه اللي يحصل فيها؟ التسهيل، التسهيل. طيب، سئلوا، إيه اللي يحصل فيها؟ أيضا التسهيل، لأن هناك لا إبدال إلا في إيه؟ ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. ده على مذهب سيبويه، منتبهين معي؟ على مذهب سيبويه. هناك عند سيبويه لا يبدل إلا المفتوح بعد كسر أو ضم، خلاص. جاء الأخفش زاد على شيخه في المبدل، زاد إيه؟ زاد المضموم بعد كسر والمكسور بعد ايه؟ بعد ضم. قال: وايه؟ وعنه بياء وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كليا وكالواو اعضلا. يقول الشيخ: ومن قال بانها تسهل، تسهل اللي هي ايه؟ اللي هي المضمومه، تسهل بينها وبين الكسر. حركة نعم، أصل إحنا عندنا إيه؟ التسهيل بينه وبين إيه؟ الذي منه أشكلة. طيب، هنا يقول: ومن قرأ وإيه؟ ومن حكى فيهما كاليا وكالواوي أعضلا، جاء بمعضلة. طيب، ده كلام العام، هذا هو الكلام العام. أبو شامة يقول، أبو شامة رحمة الله عليه، أعضله ما يضعفان القول. نعم، نعم، يعني اقرأها أنت، اقرأ لي كده إيه؟ سنقرئك، خليها بينها وبين الإيه؟ سنقرئ، خليها لي بينها وبين الكسر. وسئلوا، اجعلها بينها وبين الإيه؟ الضم. يلا، ها، سنقرئك، سهل. التسهيل هيكون ايه؟ سنقريك،
هذه التسهيل على القياس، على القياس. طيب على مرسوم الخط عند الأقفش سنقريك. طب المعضل أو الشيء المعضل الذي قال عنه اللي هو إيه؟ هتسهل بينها وبين الإيه؟ وبين المكسورة، يبقى إيه؟ سنقري معي؟ سنقريك. طب فين؟ سنقري، يبقى أتى بأمر معضل. يقول الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: أي وعن الأخفش إبدال الواو في عكس ذلك، وهو أن تكون الهمزة مكسورة بعد ضم نحو سئل، والأول نحو تنبئهم، فأبدل المضمومة ياء والمكسورة واوا، أبدلهما حرفين بجنس حركة ما قبلها، فتارة يوافق مذهبه الرسم في نحو تنبئهم تنبئوا، يبقى وافق الايه؟ وافق مرسوم الخط لانها رسمت على ايه؟ رسمت على ياء، خلاص. ومذهب سيبويه ما تقدم، وهو جعل كل واحده منهما بين بين. ده كلام مين؟ كلام الامام ابو شامة. السمين الفاسي رحمة الله عليه يقول: ثم قال: ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا، أشار بذلك إلى ما روي عن الأخفش أيضا من جعل المضمومة بعد الكسرة بين الهمزة والياء، وجعل المكسورة بعد الضمة بين الهمز والواو، دبر كل واحدة بالتسهيل بحركة ما قبلها كي لا يلزمه ما ألزم به في البدل. يبقى هي يرى أن هذا أيسر، لأن الذي ذهب إليه من هذا الوجه يؤدي إلى ما لا يمتنع من وجود ياء ساكنة بعد كسرة وواو ساكنة بعد ضمة، غير أنه دبر الهمزة في التسهيل بحركة ما قبلها، والمسهلة إنما تدبر بحركة نفسها لأنها أحق بها وأدل عليها. لذلك قال أعضل، أي أتى بأمر معضل لا خلاص منه. واعلم أن الأصل فيما عاد الأولى من الهمزات، الأولى هو يقصد هنا أول الباب عندنا إيه؟ وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وصفا أو تطرف. طيب فأبدله عنه حرف مد مسكنا، يبقى يقصد الأولى دي، خلاص يقصد الكلام في الأولى اللي هي الإيه؟ الساكن وقبله متحرك. قال: واعلم أن الأصل فيما عدا الأولى من الهمزات أن تدبر في الخط بما يؤول إليه تخفيفها، إلا أن يمنع من ذلك مانع أو ترسم على غير قياس. فالأفضل إذن في الهمزة المضمومة بعد الكسر أن ترسم على مذهب سيبويه في تخفيفها بالواو، وأن ترسم على مذهب الأخفش بالياء، وقد جاءت في المصحف الكريم مرسومة بالياء في أفأنبئكم معي؟ أفأنبئكم، احنا بنسهلها بينها وبين الايه؟ أنبئوا، بين الواو، بين ايه؟ لا بين الواو، ما هي والمسهل بينما هو الايه؟ الهمس والحرف الذي منه مشكلة، يبقى ايه؟ أنبئكم. طيب هي رسمت على ياء، رسمت على ياء، يبقى إذن يقول إن هنا مذهب الأخفش ربما يكون أقرب إلى الرسم في هذه الكلمة، أقرب إلى الرسم حينما أبدلها ياء، متابعين معي؟ طيب
بالياء، وقد جاءت في المصحف الكريم مرسومة بالياء في أفأنبئكم سنقرئك، ومحذوفة ومحذوفة الصورة في نحو مستهزئون فمالئون ويستنبئونك ليواطئوا. ولمن نصر مذهب سيبويه أن يقول، اللي عايز يحتج الإيه لسيبويه، أن يقول إنها لم ترسم في نحو أنبئكم بالواو، لأن مآل تخفيفها إليها في هذه الحال، يعني هي ما رسمتش على إيه، رسمتش لم ترسم على واو، ولكن رسمت على إيه، ياء. طيب هيجي واحد يقول إيه، طيب ليه لماذا لم ترسم على واو؟ قال لك ليه هنا ليه؟ لأن مآل تخفيفها إليها في هذه الحال. أنت لما هتيجي تخفف، هتخفف تعمل إيه؟ هتخليها تبقى شبيهة بالإيه؟ بالواو. خلاص؟ يبقى مآل اللي عايز ينصر مذهب سيبويه. وتنتبه معي؟ الناصر لمذهب سيبويه يقول لا، أنا مش محتاج إنها ترسم على واو. لم أحتاج لرسمها على واو. لماذا؟ لأن مآل التخفيف هيرجع إلى الإيه؟ الواو. أنبئكم، كل دي توجيهات وحجج، منتبهين معي؟ إنما الأصل في المسألة كله إيه؟ راجع إلى التلقي والسماع. بل للحمل على ما يرسم به الفعل قبل اتصال الضمير به، ولم تحذف صورتها من نحو مستهزئون حذفا أوليا، بل حذفت الواو التي يقتضي التخفيف أن تكون صورة لها. أصل هنا مستهزئون دي، انتبهوا معي، همزة وبعدها إيه؟ وبعدها واو، يعني مش عندي همزة على واو وبعدها واو، منتبهين معي؟ خد بالك من الكلام، يعني هو من المفترض أن يكون فيه واوين هنا، واو اللي عليها الهمزة اللي هي صورة الهمزة، الواو اللي هي صورة الهمزة، والواو الثانية معي. هو يقول ولم تحذف صورتها من نحو مستهزئون حذفا أوليا، بل حذفت الواو التي يقتضي التخفيف أن تكون صورة لها. يبقى حذفت واو الإيه؟ واو الهمزة معي، لما يكره من اجتماع واوين في الخط، يعني هو الأصل إنها تكون على الإيه؟ على الواو، ولكن حذفت اللي هي أصل الإيه؟ أصل الصورة. ماشي؟ يبقى الذي ينصر مذهب سيبويه يرد بهذا الإيه؟ الرد. قال ولمن نصر مذهب الأخفش أن يقول إنها رسمت بالياء في نحو أنبئكم، لأن مآل أمرها في التخفيف إليها. أصل هو التخفيف عنده هيبقى إيه؟ أنبئكم، مش كده؟ خلاص؟ إليها. وحذفت في نحو مستهزئون على غير قياس، على غير قياس، لأن القياس من المفترض أن تكون إيه؟ تكون على واو. القياس أن تكون الهمزة على واو. وأما سئلوا وسئلت فعلى القياس أو غيره على الإيه؟ على المذهبين. ده كلام مين؟ الإمام. الإمام مين؟ الفاسي. طيب كلام لأبي شامة، احنا خدنا الأول أبو شامة. طيب قال في قول الناظم أعضل، قول الناظم ومن حكى فيهما كليا وكلواوي أعضل، يقول قال الشيخ، لما أبو شامة يقول قال الشيخ يقصد من؟ يقصد من يا أحب؟ يقصد عالم الدين السخاوي، ها؟ ولا إيه؟ أنتم نسيتوا الكلام ده ولا إيه؟ أي أتى بمعضلة، وهي الأمر الشاق، لأنه جعل همزة بين مخففة بينها وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها. يبقى دي مسألة معضلة،
اصل محال يعني. هات لي انت حاول كده جرب نفسك في قوله تعالى سنقرئك، سهل لي الهمزه بينها وبين الايه، وبينها وبين الياء. ما هو بقول لك ومن حكى فيهما كاليا وكالواوي اعضل، جاء بشيء معضل شاق. خلاص حاول انت جرب نفسك فيه سنقري. طيب سنقريك، طب ما انا عايز ايه؟ يبقى راحت خالص. اصل الكلام سنقرئ، انما هو الحرف الذي منه مشكله. هنا الشيخ يقول اني الشيخ عالم الدين السخاوي قال اتى بايه؟ بمعضله. يقول ابو شامه قلت وهذا الوجه مذكور في كتاب الكشف لمن؟ لابي محمد مكي ابن ابي طالب وغيره عن الاخفش، ويقوى في مواضع، يقوى الكلام ده في مواضع توافق خط المصحف الكريم كالوقف على لؤلؤ المخفوض. طب لما نقف على لؤلؤ انتبه معي، خليني انا احنا بنتكلم على الايه الهمزه الايه الثانيه. خلاص هو اصل بيقول لك ان ايه ربما الكلام ده ينفع خاصه اذا توافق مع المرسوم. انت دلوقتي الوقف على الساكن بنعمل فيه ايه؟ خليك معايا لؤلؤ هيبقى ايه؟ خلاص لو حققت الاولانيه هيبقى ايه؟ لؤلؤ معايا؟ طيب هتحقق الاثنين يبقى لولو. طيب هنا بيقول لك ايه؟ فيه وقف بقى يجي بروم الحركه، بروم الحركه، يبقى معناها هيبقى ايه؟ يبقى ظهرت الواو التي رسمت عليها الايه؟ الهمزه. لؤلؤ ان يبقى ايه؟ لولو، مش كده ولا ايه؟ اهي ايه الروم؟ خليك بلاش، سيب قراءه حمزه هنجيب احنا عايزين نقف عليها، قف عليها بالروم مش كده ولا ايه؟ مش دي فيها الروم؟ فيها الروم لانها ايه؟ فيها اشمام؟ لا ما فيهاش. طيب ما فيهاش اشمام، طيب فيها روم فقط. طيب لؤلؤن، لؤلؤن هتقراها انت ايه؟ لؤلؤي، لؤلؤي ايه؟ ها؟ لؤلؤي، لؤلؤي اي اي مش كده ولا ايه؟ ثلث حرق، خدت جزء من الحرق معي؟ لؤلؤي، لو وقفت عليا قلت لك قف عليا بالروم لؤلؤي معي؟ مش هيبقى بسكون المعنى ولا بالايه؟ بالحركة الخالصة لؤلؤ، لؤلؤي، لؤلؤي معي؟ وإياك نستعين معي؟ الرحيم لؤلؤي معي؟ طيب لما نيجي نقف عليها بقى يبقى بروم الايه؟ بروم الحركة. مش احنا هيجي لنا هنيجي بعد كده عندنا التسهيل بالروم مع المد والقصر. السماء، السماء، السماء اللي هي السماء يعني، او السمائي، خلينا في السمائي عشان تبقى شبه دي. السماء، 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 تسهيل بالروم مع المد والايه؟ مش دي الخمسة أوجه اللي هي ايه؟ بيسموها الخمسة الايه؟ القياس، مش كده ولا ايه؟ خمسة القياس. طيب، دي زيها لؤلؤن يبقى ايه؟ لولوي، يبقى احتجنا إلى الايه؟ الرسم أهو. يقول ويقوى في مواضع توافق خط المصحف الكريم كالوقف على لؤلؤ المخفوض بروم الحركة، لأنه يجعلها بين الهمزة والإيه؟ والواو. مش هتبقى بين الهمزة، هتبقى بين الهمزة إيه؟ والواو. وذلك موافق للخط. وعلى رأي سيبويه تصير
بين الهمزة والياء، تصير بين الهمزة والياء، يبقى عندي على رأي الأقفش هيبقى بين الهمزة والإيه؟ طب على رأي السباوي بين الهمزة والياء، خلاص؟ فتخالف الخط، يبقى عندي سباوي خالفت الإيه؟ خالفت الخط، خالفت الرسم، ها؟ فيوافق بالرسم، ليجد قبلها واوا فيوافق الرسم، نص عليه مكي. وقد تقدم مثل هذين الوجهين المحكيين عن الأخفش في مذهب الفراء في نحو يشاء إلى، هي عند الفراء بيعمل إيه في يشاء إلى؟ يشاء إلى، يشاء إلى كالياء أقيس معدلة، وعن أكثر القراء تبدل إيه؟ تبدل واوها. معي؟ أكثرهم أبدل الثانية واوا، وبعضهم جعلها بين الهمزة المكسورة وبين الإيه؟ وبين الواو، يشاء ولا يشاء ولا. معي؟ وقد غلط بعض الجهال لسوء فهمه فظن الكلام لمن؟ احنا مع مين الآن؟ أبو شامة. فظن أن من سهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي من جنس حركة ما قبلها قدر أن الحركة تكون على الهمزة من جنس حركة الحرف قبلها، ففي تنبئهم مستهزئون تسهل بين الهمزة المكسورة وبين الياء الساكنة، وفي نحو سئل ويشاء إلى تسهل بين الهمزة المضمومة وبين الساكنة، وهذا جهل مفرط وغلط بين، ولولا أني سمعته يا كأني، تصور أنا بقرأ كلام هذا الرجل كأني سامعه كده وهو بيدي المحاضرة ويقول هذا الكلام، لأنه واضح كده أن أبو شامة كان شديد، كأني شايفه قدامي، خلاص. وغلط بين، ولولا أني سمعت من قائله لما صدقت أحدا يقوله. أنا لولا ما سمعت من واحد جاهل يقول الكلام ده، ما أنا بقول لك حاول فيها دلوقتي، مش أنا بقول لكم حاولوا، أنا حاولت أسهل، سنقرئك بينها وبين الإيه؟ بينها وبين حركة ما قبلها، سنقري، يبقى تسهل بينها وبين الإيه؟ الياء. طيب سئلوا تسهل بينها وبين الايه؟ اللي يقدر فيكو يبقى يجيني في اللقاء القادم يقول لي ده انا قدرت، خلاص، عشان نقول له ايه؟ جهل مفرط. كلام الامام ابو شامة. ولولا اني سمعته من قائله لما صدقت ان احدا يقول، فان الهمزة محركة، الهمزة محركة، والحاجة داعية إلى تسهيلها، وذلك ممكن مع بقائها على حركتها. أنا هخليها زي ما هي، اللي هي حركتها مضمومة، سئلوا سئلوا، خلاص، سنقرئك، أنا فأي حاجة إلى تغيير حركتها، في إيه الحاجة، خلاص، وتختل في وزنها ولفظها، تختل في الوزن وفي الايه وفي اللفظ، وانما لما احتيج الى الحرف الذي يسهل اليه قال اهل المذهب الصحيح يكون الحرف من جنس حركتها، لما انا احتاج اسهل بها يبقى من جنس حركتها فهو اقرب اليها. وقال قوم يجعل الحرف من جنس حركة ما قبلها كما لو كانت الهمزة ساكنة، والفرق أن الساكنة لما لم تكن لها حركة اضطررنا إلى إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها. الساكنة سهلة، خدنا لها، استلفنا لها إيه؟ هذا ما قبلها، إذ لم يكن اعتبارها بنفسها، وفيما ذكرناه
له حركة، الكلام اللي فات ده له حركة، فاعتبارها بها أولى، وهذا واضح لمن تأمل. الكلام ده واضح لمن إيه؟ تأمل. تأمل إن أنت تقراها كده وتشوف اللي هيحصل الكلام ده ولا مش هيحصل. إعراب البيت يبقى إيه؟ بياء وعنه بياء الكلام لما سبق، وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كاليا وكالواوي أعضل. وسماه صاحبنا سماه إيه؟ جهل مفرط نعم. إعراب البيت بياء جار ومجرور بالباء الزائدة، خلاص. مفعول ثان لأبدل في آخر البيت قبله اللي هو إيه؟ ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه ولخفش بعد الإيه؟ الكسر إذا الضمي أبدل بياء، خلاص. وعنه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والهاء لمن؟ وعنه، رد بسرعة، الأخفش. وعنه الواو في عكسه، بياء وعنه الواو في عكسه، خلاص. ومن موصولة مبتدأ، حكى يعني روى، ماض وفاعله ضمير الموصول، والجملة صلته لا محل لها من الإعراب. وعنه مقدرا أي عن الأخفش متعلق بالصلة. قال السمين رحمة الله عليه قوله ومن مبتدأ وهو إما موصول بمعنى الذي وإما شرط، خلاص. يبقى جاب لنا إضافة هو. يبقى إما إعراب السنوني خدها وجه واحد اللي هو إيه؟ موصول، خلاص. وإما شرط وحكى إما صلة فلا محل له، وإما إيه؟ شرط فمحله جزم، فمحله جزم، خلاص. فيهما جار ومجرور متعلق بها أيضا، خلاص. طيب، والضمير للنوعين، والهمز مقدرا مفعول حكى، كليا جار ومجرور حاله، وكالواوي معطوف عليه، أعضل ماض أي أتى بالأمر الشديد الشاق اللي ما حدش هيقدر يعمله، وأنا عن نفسي ما قدرش أعمله، خلاص. واسم المفعول منه معضل، خلاص. الشيخ السنوني جاء ببيت قال الشاعر بكم قريش كفينا كل معضلة، وأما نهج الهدى من كان ضليلا. يبقى الشاهد هنا إيه؟ معضلة. وفاعل الماضي مستتر عائد على المبتدأ، والجملة في محل رفع خبر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه على إعراب السمين أعضلتكم جواب، نعم على إعراب السمين، على إعراب السمين هو قال أعضلتكم جواب إما صلة فلا محل له اللي هي حكى، حكى هو دلوقتي بيتكلم. لو اعتبرنا إني يصلة يا شر، خلاص. طيب تبقى حكى إما صلة فلا محل لها، وإما شر فمحله الإيه؟ الجزم، خلاص. قال الناظم رحمة الله عليه ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملة. خدوا بالكم الكلام، وإحنا عندنا مستهزئون دي داخلة من السبع أنواع السابقة اللي هي وفي غير هذا بين بين، مش كده ولا ايه؟ نعم معايا حاج سمير. يعني وفي غير هذا بين بين، احنا خدنا من التسعة اثنين مفتوح وقبله كسر وقبله ضم، يبقى اللي باقي سبعة. طيب مستهزئوا يبقى ده من ضمن السبعة اللي في غير هذا، يبقى على القياس بنقف عليه ازاي؟ بين بين مستهزئون، خلاص. يقول الشيخ الحذف فيه ونحوه
اللي هو زي خاطئون اي شيء اللي زي دي اللي نحو ايه مستهزئون كل كلمة توزنها تبقى زي مستهزئون اللي هي ايه همزة مضمومة وقبلها ايه وقبلها كسر قال ومستهزئون الحذف فيه ونحوه يبقى حذف ايه حذف الهمزة يبقى دي وجه تاني وجه ايه تاني اهو انت معي اصل عد ده وجه نسميه وجه ايه ثالث ولا تاني شاطرة يا بنت يبقى عشان الاخفش اللي هو وجه ايه سنقرئك يبقى عند الاخفش مستهزيون معي وهناك عند سيبويه مستهزئون طب ده احنا جالنا وجه ايه ثالث اهو قال ومستهزئون الحذف فيه خلاص طيب يبقى تحذف الهمزه خالص قال وضم وكسر قبل قيل واخمل اهي دي مشكله عند الشراح منهم قال خلي بالك ده الكلام بيقول اني حذف وضم يعني نقراها ازاي احذف الهمزه وضم ازاي يبقى مستهزون خلاص ما انت مستهزئون راحت هناك طيب وبعدين وكسر هو بيقول لك وضم وكسر قبل طيب الوجه الثاني اللي هو ده كسر قبل مع الحذف مش كده هيبقى ده معضل بقى اللي هو ايه مستهزي احذف بقى يلا حاول تحذف فهنا كلمه قيل واخمل من الشراح وناس كبار ردوا اخمل الضم والايه والكسر خلاص اخمل الضم والكسر ومنهم من قال لا وضم يعني هو بيقول لك ايه ومستهزئون ضابط الكلام هكذا ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم قبله وكسر قيل واخمل خد بالك من الكلام منتبهين معي وضم قبل وكسر قيل واخمل وده اللي هو مفروض اللي هو الصح معي افهموا بس المشكله في البيت ده في رجع قيل للضم والكسر وضم وكسر قبل قيل واخمل اخمل الضم والكسر معي والشراح الذي عليه جمهور الشراح ان ايه وضم قبل وكسر قيل يبقى الكسر اللي هو ايه اللي مخمل ايه الكسر فقط اللي مخمل الكسر طيب نشوف كده كلام الايه الاول ايه الخامل ده الخامل ده هنشوفها دلوقتي ونحوه ونحوه هنشوفها دلوقتي في الإعراب الإمام أبو شامة قال الخامل الساقط الذي لا نباهة له يعني اللي هو قاعد بتنبل كده في المحاضرة على طول مش واخد باله من أي حاجة جسد بلا إيه بلا روح ده كلام مين أبو شامة رحمة الله عليه طيب السمين يقول ثم أخبر أن هذين القولين أخملا أي أهملا واضطرحا من الخمول وهو عدم النباهة والشهر ماشي أضاف إيه شيء طيب ده الكلام في إيه في الخامل أخملا يبقى المعنى ده ماشي بس نعم ربما الشهرة يعني فيه يعني ايه وبعدين هقول لك حاجة اصلي الشهرة شدة الخفاء شدة الشهرة يعني هما بتلاقي اللي هما الاخفياء دول هم أشهر عباد الله
ما تخليناش نتكلم في قضية الشهرة ومش الشهرة. طيب الإمام احنا كده خدنا السين. الفاسي، الإمام الفاسي يقول الفاسي رحمة الله عليه ثم قال ومستهزئون الحذف فيه ونحوه. أخبر أن الهمزة المضمومة بعد الكسرة إذا وقع بعدها واو ساكنة نحو مستهزئون الخاطئون فمالئون يستنبئونك، هذه نحو ليواطئوا برضو نحو معي، فإن فيه الحذف بناء على ما تقدم من اتباع الرسم، وهذه الكلمات وأشباهها لم ترسم للهمزة فيها صورة، فإذا حذفت بقيت الواو ساكنة بعد الكسر. لما نحذف الهمزة هتبقى الواو موجودة ساكنة. طيب فمنهم من يضم، من يضم ما قبل الهمز، ومنهم من يبقيه على حاله من الكسر، لأن حذف الهمز خد بالك أصل هتلاقي الفاسي من ضمن اللي قالوا بالكسر، ما تستغربش، لأن الحذ لأن حذف الهمز عارض، الحذف ده ايه؟ عارض، والوجهان مخملان مطرحان. أما الأول هو دلوقتي بيقول لا الوجهين عندي رايحين، أما الأول فلما فيه من نقل الحركة إلى متحرك اللي يضم، يبقى معناها مستهزئ، يبقى معناها ازاي خدنا الكسرة بتاعتها ورميناها ونقلنا لها ضمة الايه الهمزة بقت ايه مستهزون خلاص. اما الاول لما فيه من نقل الحركة الى متحرك، ولأن طريق اتباع الرسم المشار إليه في الحذف إنما يحذف الهمزة من غير أن ينقل حركتها. ألا ترى أن من سلك هذه الطريق في الموؤودة، الموؤودة لو جينا هنا عندنا إيه الموؤودة، أودة اللي يسلك الطريق ده هيعملها ايه؟ الموودة. لا الموودة مفيش واو ثاني. ايوه الموودة هي اقراء الموودة بوزن الموزة ولم ينقل الحركة، يبقى ادي المبرر عند الايه عند الامام الفاسي لاعتراض على نقل حركة الهمزة إلى متحرك. طيب وأما الثاني اللي هو إيه أصابه الاثنين أخملة، وأما الثاني فلما فيه مما لا يوجد في العربية من سكون الواو بعد الكسرة، يعني هو فيه واو يجيني بعد كسرة وواو ساكنة كمان خلاص، فقد اجتمع في مستهزئون خد بالك من كلام ونحوه خمسة أوجه، أوجه بين مستعمل ومتروك على ما ذكر، هيبقى فيها خمسة أوجه، هيقول الخمسة أوجه يعني فيه مستعمل وفيه إيه متروك. إحنا بناخد شرح الإمام على ما هو عليه، يعني هو أخمل كده الإيه الضم والإيه والكسر. هو بيقول الخمسة أوجه، أول حاجة التسهيل بين بين، التسهيل بين الهمز والواو خلاص، وده الأولاني اللي ما حدش اعترض عليه أصلا خلاص، اللي هو إيه إحنا معنا الكلمة إيه مستهزئون، مستهزئون خلاص. طيب اتنين وإبدال الهمزة ياء مستهزيون خلاص، يبقى ده الأخفش. والتسهيل بين الهمزة والياء،
وده اللي متروك. نعم. مش ده يعتبر متروك؟ نعم. اللي هو من ضمن ايه؟ أخملة. أعضلة. صحيح. والتسهيل بين الايه؟ الهمزة والياء. وحذف الهمزة بعد نقل حركتها. اللي هو ايه؟ مستهزون. طيب. وحذفها من غير نقل. اللي هو ابقاء الايه؟ ازاي مكسورة. خلاص؟ اللي هو اللي احنا قلنا صعب. خلاص؟ واو ساكنة. ماشي؟ يبقى لاحظ المتروك هنا. المتروك ده. والمتروك اعضلة. اللي هو ايه؟ والتسهيل بين الهمزة والايه؟ والياء. بين الهمزة والياء. قال ويتأتى في ذلك وجه شاذ. ابدال الهمزة واوا. قال لك ده في وجه كمان ايه؟ سادس. خدوا بالكم احنا هناخد دي هيجي يعيدهم لنا السمين بس على رواقه كده. وحذف نعم. ويتأتى في ذلك وجه شاذ ابدال الايه؟ الهمز واوا. وذلك ايه العله بقى تبدا الواو؟ لاحظوا ان احنا قلنا مستهزئون مفروض يبقى فيها ايه؟ واوين. اتنين واو. واحده اللي هي بتاعت الايه؟ الهمزه واللي هي الاصليه. قال وذلك ان هذا النوع رسم بواو واحده. رسم، ركزوا معايا يا احب الله يرضى عليكم، رسم بواو واحده واختلف فيها في الواو المرسومه دي. فقيل هي صوره الهمزه، صوره الهمزه. خلاص. وواو الجمع محذوفه. يبقى دام الواو دي هي صوره الهمزه يبقى واو الجمع محذوفه. خلاص. وقيل هي واو الايه؟ الجمع وصوره الهمزه محذوفه. خلاص. يعني الواو الموجوده دي جماعه قالوا ايه؟ لا ده احنا نتخيلها كده. اصل المساله مساله تخيل بقى، ان هي دي واو الايه؟ الجمع. طب يبقى الواو بتاعه الهمزه محذوفه. طب اذا اعتبرناها هي واو الهمزه تبقى واو الجمع ايه؟ محذوفه. خلاص. فيجوز على اعتقادي، خد بالك بقى، انها صوره الهمزه ابدالها واو. انا بقى لو اعتقدت كده وحطيت في راسي ان هي ايه؟ ان هي واو الهمزه، يبقى يجوز ان ابدل على الرسم. خلاص. فيجوز على اعتقادي انها صوره الهمزه ابدالها واو. فيقال مستهزئون. مستهزئون. خلاص. طيب. كما يقال ابناؤكم ونساؤكم. مش عندنا دي، عندها فيها هي دي، هي رسمت على واو. طب اذا وقفنا عليها على القياس هيكون ايه؟ عايزين بتاع الباب ده يعلم بيه ربنا، عايز تركيز وعايز نباهه وتفضل تقرا فيه وتعيد فيه وتزيد فيه. يعني عندنا ابناؤكم على القياس التسهيل مع المد والقصر، ابناؤكم ابناؤكم. طيب على المرسوم ما هو واو اهي، ابناؤكم ما هو رسمت على ايه؟ رسمت على واو. خلاص. كما يقال ابناؤكم ونساؤكم، ذلك على الوجه المذكور في اتباع الايه؟ في اتباع الخط، في اتباع الخط. يبقى معناها هنا الشيخ جاب لنا في مستهزئون كم وجه؟ ستة اوجه. هتطرح منهم ثلاثه ويتبقى ايه؟ ثلاثه. معي؟ طيب. ده كلام الامام الفاسي. السمين هيلم لك المساله كلها. خلاص. طيب. السمين قال رحمة الله عليه:
كذا قالوا، شرح الكلام كله وأخملة وكذا، إن للوجهين ضايعين. يقول كذا قالوا وتبعهم السخاوي وأبو عبد الله. ما احنا لسه كنا بنقرأ لأبي عبد الله، مش كده؟ وتبعهم السخاوي وأبو عبد الله وغيرهما. وكذا فهموا كلام الناظم أخملة راجع للوجهين، ولقائل أن يقول، هو بيحط افتراض، ولقائل أن يقول لا نسلم أن الوجهين مخملان، بل المخمل منهما إبقاء الكسر، وعلته ما ذكرتم اللي هي إيه؟ الواو بعد إيه؟ بعد كسر. وأما ضم ما قبل الواو فأي محذور فيه حتى يخمل، أي محذور فيه حتى يخمل. الشيخ بيقول إيه؟ قولكم لأن فيه نقلاً، أو كمالة الكلام، قولكم لأن فيه نقلاً إلى متحرك، ولأن الهمزة إذا حذفت تخفيفاً لا تبقى حركتها، قلنا ممنوع أن يكون الضم معللاً بما ذكرتم. خلاص هيبين بقى المسألة، ما نعللش التعليل بأن الضم ده، احنا كده هنبقى خدنا نقلنا حركة إلى حركة، حطينا حركة فوق إيه؟ فوق حركة، مش دي العلة ودي الحجة؟ يقول الشيخ قولكم لأن فيه نقلا إلى متحرك، ولأن الهمزة إذا حذفت تخفيفا لا تبقى حركتها، قلنا ممنوع أن يكون الضم معللا بما ذكرتم، مش هي دي العلة، بل له علة أخرى حسنة، وهي أن الكلمة بنيت على فعلها، بنيت على فعلها، وذلك أن من العرب من يبدل الهمزة ياء فيقول استهزيت، مش كده ولا إيه؟ وأخطيت، أخطأ يقول إيه؟ أخطيت. وتوضأ يقول إيه؟ توضيت، مش كده ولا إيه؟ طيب وقريت، قرأت، قريت. خلاص، فجاء مستهزئون مثل مستقصون من استقصيت. خلاص، ويدل على ذلك قول الفراء، أصل هو دلوقتي بيقول لك العلة بقى في ما نقولش مستهزئون، حينما حذفنا الهمزة على وجه الحذف ونقلنا حركتها، وضمنا ازاي؟ ان احنا نقلنا حركة الى حركة، نقلنا حركة الضمة فوق الايه؟ الكسرة. نعم، انت بين معي؟ ويدل على ذلك قول الفراء من العرب من يبدل الهمزة يعني في الفعل فيقول استهزيت مثل استقصيت، فمن وقف مستهزون فعل ذلك مثل ايه؟ مستقصون، مش كده ولا ايه؟ وحكى ابن مهران عن الكسائي قال ومن وقف بغير همز قال مستهزون فرفع الزاي، ومثله متكئون وليطفئوا، تقف عليها ازاي؟ يطفئ. خلاص، قال، هيقول هنا قال، احنا مع مين دلوقتي؟ مع السمين، وناقل كلام مين في الاخر؟ ابن مهران عن الايه؟ الكسائي. يقول قال وقال الزجاج اما مستهزئون فعلى لغه من يبدل من الهمزه ياء يقول في استهزأ استهزيت مثل استقصيت، فيجب على استهزيت يبقى ايه؟ يستهزون، يجب عليها يستهزون. فإذا عرفت هذا لم يكن الضم لما ذكروه من النقل، يبقى المسألة مش مسألة ايه؟ مش قضية نقل،
المسألة العلة مش علة نقل. هو بيرد على مين؟ بيرد على من أخمل الايه؟ الوجهين، وضم وكسر قبل قيل وأخمل. معي؟ وأيضا فقد، انتبه، ادي جايب وجه تاني بقى، دي اللي تقفل، تقفل الكلام، تخلي محدش يتكلم صحيح خالص. فإذا عرفت هذا لم يكن الضم لما ذكروه من النقل. وأيضا فقد قرأ نافع الصابئون، قرأها ايه؟ الصابون، مش كده ولا ايه؟ خلاص، من غير همز. وفيه توجيهان، احدهما انه حذف منه الهمز، فما يتعذر به عن نافع يتعذر به عن هذا الوجه. ولذلك خلي بالك، انا في كتاب رد الكلام والشبهات عن قراءة من المتواترات في الرد على الطعن في قراءة الإمام حمزة، أثبت إن ما في الإمام حمزة في الوقوف في السكت في كل شيء سبق بهذه القراءات من باقي القراء، إلى جانب أنه هو القائم ما قرأ حرف من كتاب الله إلا بأثر، إلا بأثر الإمام حمزة أثبت بهذا. وكفى في الآخر خالص، أنا حطيت كده إيه، وقفة تأمل وتعجب في آخر الكتاب. مين أكبر الناس في السنة من أئمة الحديث؟ أهو أنا اللي بسأله، سفيان الإيه؟ الثوري. تعرف سفيان الثوري لم يقرأ القرآن على واحد إلا على الإمام حمزة، في حين إن سفيان الثوري كان بإمكانه، يعتبر من أقران حمزة في السن، كان بإمكانه أن يقرأ على شيوخ الإمام حمزة، لأنه كان معاصر للإمام اللي هو من شيوخ حمزة، سليمان بن مهران الأعمش، الأعمش وابن محيصن، كبار العلماء، وقرأ القرآن على الإمام حمزة 4 مرات، ختم 4 ختمات على الإيه؟ على الإمام حمزة. ولذلك أنا حطيت في الآخر وقفة إيه؟ تأمل وتعجب. يعني إزاي ننسب كلام إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه يقول أكره، أكره؟ لا، لازم ندور على تبرير لكلام الإمام أحمد بن حنبل. هو كره الشخص اللي آفة الرواية النقلة، مش كده ولا إيه؟ كره الأسلوب اللي قرأ به الإيه؟ الذي يقول أنا بقرأ بقراءة الإيه؟ الإمام حمزة. ما أصلنا الآن في الكتاب ده أنا برد على كلام من طعن في قراءة الإمام حمزة. طب ومن طعن في قراءة الإمام حمزة؟ ده الإمام أحمد وغيره من كبار العلماء. طب أنت عشان تتكلم، ده دول تراب جزمهم فوق رأسنا، أنتوا منتبهين ولا إيه؟ ده تراب جزم الناس دي فوق رأسنا، فلا بد أن نتعامل بأدب وندور على الإيه؟ نبحث عن الحقيقة. طب تعالى لي هنا، مستهزون، ها؟ الصابون، طب بلاش دي، بالله عليكم، يضاهئون ما تنفعش، ها؟ ما تنفع ولا ما تنفعش؟ خلينا معي، الصابئون، يضاهئون، مش كده ولا ايه؟ هو مين اللي بيقرا يضاهئون؟ بس هو الواحد، مش كده؟ وكل القراء يقرؤون ايه؟ يبقى دخلوا قراءة الإمام حمزة، مش كده ولا ايه؟ يبقى لما نقف عليها مستهزون زي وزي ايه؟ الصابون. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ، مش كده ولا ايه؟ والخطون كمان ماشي عند أبي جعفر. طيب يقول فما يتعذر به عن نافع يتعذر به عن هذا الوجه.
ونقل عنه أيضا قرأ ونقل عنه قرأ أيضا الخاطون عن الإمام نافع دون همز مع ضم الإيه الطاء. وأما قولهم إن الشاطبي، خدوا بالكم عشان إحنا بنوضح كلمة إيه أخملة، خلاص ده كلام العلماء عشان ما تترزعش أنت من دماغك أو كلام اللي هم. وأما قولهم إن الشاطبي قال أخملة أي الوجهاني، فلا نسلم أن الألف للتثنية بل هي للإطلاق، الألف هنا للإيه للإطلاق وليست ألف إيه وضم وكسر البيت إيه؟ ومستهزئون الحف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخملا. ده هيجي لك دلوقتي من المفترض عشان تبقى ألف تثنية يبقى وضم وكسر قبل قيل وأخملا وحيستقيم البيت، صح ولا لا؟ طيب اسمع، فلا نسلم أن الألف للتثنية بل هي للإطلاق، والضمير مفرد عائد على أقرب مذكور وهو الكسر، الكسر وكسر قبل قيل وأخملة، خلاص. ولا شك أنه خامل لما تقدم من خروجه عن الإيه عن اللغة، فكأنه قال وضم قيل، خلاص انتبه للكلام، ومستهزئون الحف فيه ونحوه وضم قيل، من المفترض الكلام كده، وضم قيل قبل وكسر قيل وأخمل، وضم قيل قبل وكسر قيل قبل وأخمل، يبقى اللي أخمل الإيه الكسر، أي حكي أي حكي وكسر قيل أيضا وأخمل الكسر. ويؤيد ما ذكرته من أن ألف أخملة ألف إطلاق، إيه الدليل على أنها ألف إطلاق؟ خلاص، لا ألف لا ألف لا ألف تثنية، قوله قبل ذلك قوله قبل ذلك قيل، ولو أراد الوجهين معا لقال قيل وأخملة وكان الوزن مستقيما له غير مغير للإيه للنظم، فلما عدل عنه مع إمكانه علم أنه لم يرد إلا الوجه الإيه الأخير، وهذا ظاهر فتأمل. فإن قيل أي فائدة، خلاص هو انتهى كده، فإن قيل أي فائدة في ذكر هذا البيت وقد علم الحذف من مستهزئون ونحوه من قوله ففي الياء يلي، سواء إيه ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، خلاص طب ما كانت دي تغني، هو بيقول ايه فإن قيل أي فائدة في ذكر هذا البيت وقد علم الحذف من مستهزئون ونحوه من قوله ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، ففهمنا من هناك أنه يتبع الرسم في الحذف، ومن جملة الأفراد مستهزئون ونحو، مش كده ولا إيه؟ فالجواب أنه إنما أعاده ليحكي الوجهين اللذين قبل الواو، يوم هو مش أعاده عشان يقول الحذف، هو الحذف وارد خلاص انتهى في كلمة إيه؟ ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، خلاص؟ فكأنه يقول إذا حذفت الهمزة من مستهزئون ونحو لفظا كحذفها خطا فكيف يلفظ بما قبلها، فبين ذلك بأن فيه وجهين، وأيضا فيلزم على ما قالوه ألا يوقف، اللي هم قالوا كده دي ألا يوقف لحمزة في هذا النحو على اتباع الخط البتة، انت منتبه معي؟ لأن اتباع الخط يستلزم أحد الوجهين، ما هو وضم وكسر قبل قيل وأخمله، طب لو الوجهين خملين يبقى ما لا لا يوقف لحمزة على اتباع المرسوم الخط هنا، لا يوقف إلا على القياس اللي هو القياس إيه اللي هو التسهيل، مستهزئون
يبقى معناها ان مفيش وقف على ايه؟ على مرسوم الايه؟ الخط. واذا امتنع لزم امتناع اتباع الخط، وهذا بين. يعني بيقول لك دي حجه كمان، يعني هم خبطوا في نفسهم في الايه؟ في هذا الكلام. واعلم ان مستهزئون يجيء، خد بالك بقى، فيه وقفا ستة أوجه، خمسة منها منصوصة في القصيدة، وسأبين ذلك وجها وجها ومن أين يؤخذ. والسادس ليس مذكورا فيها، وبعض هذه الأوجه قوي وبعضها ضعيف، كما سأبينه كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى. أنا قلتها لكم هناك، اللي هي قالها الإمام الفاسد. يقول الأول، الأول مستهزئون بتسهيلها بينها وبين الايه؟ الواو. نجيبه منين؟ خلاص هو دلوقتي طلع لي الدليل. وفي غير هذا بين خلاص؟ أصل هو بيقول لك أنا هجيب لك دليل كل حاجة. طيب، لأنه من جملة سبعة الأقسام كما عرفته في موضعه، وهذا الوجه أقواها. يبقى أقوى الأوجه اللي يجي يقرأ يقدم الايه؟ يقدم التسهيل على الحذف على الإبدال. طيب، الثاني إبدال الهمزة ياء مضمومة، مستهزيون. طيب، تاخد دليلها منين؟ ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء. خلاص؟ فهذا صدق على همزته أنه ذو ضم بعد كسر، فهو فرد من أفراد الايه؟ القاعدة المذكورة. طيب، ثلاثة، تسهيل همزته بينها وبين الياء، أي تدبر بحركة ما قبلها. خلاص؟ وإليه أشار بقوله حكى فيهما كليا. حكى فيهما كليا، يعني أن الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها سهلت عند هؤلاء بين الهمزة والياء، وقد عرفت ما فيه وما غلط فيه أبو شامة بعض الايه؟ الناس. ما هو ده يعني أبو شامة متقدم، فهو بيقرأ الكلام الايه؟ طيب، كده كام؟ أربعة، ثلاثة. الرابع حذفها وضم الزاي. خلاص؟ الخامس حذفها وكسر الزاي. خلاص؟ وإليهما يشير بقوله وضم وكسر قبل قيل، وضم وكسر قبل قيل، وقد عرفت ما في ذلك. وأما السادس فقال أبو عبد الله، اللي هو الكلام بقى، ويتأتى وجه سادس إبدال الهمزة واوا، وذلك أن هذا النوع رسم بواو واحدة واختلف فيها، فقيل هي واو الايه؟ الجمع، وصورة الهمزة محذوفة، وقيل هي صورة الهمزة وواو الجمع محذوفة. فعلى اعتقاد أنها صورة الهمزة، أصل مستهزئون مفروض دور اتنين واو، فأنا عندي الواو اللي موجودة دي بتاعت مين؟ بتاعت واو الجماعة ولا واو الهمزة؟ والله إذا اعتبرناها واو الهمزة يبقى يلعب فيها على إنها همزة، أنت تقدر باب مزاجك. واو الجماعة لا، ما تقربش ناحيتها. خلاص؟ يقول هنا الشيخ وفيما قاله نظر، فاكرين أنا قلت الكلام بس مش هعيده كله. خلاص؟ وفيما قاله نظر، لأن هذا ليس من باب التشهي والبناء على الاعتقاد، حتى يقول إن أنا أقعد بقى أتخيل إن دي إيه، أتخيلها. لا، أنا طب إيه رأيكم؟ يلا يا ولاد هنقرأ، بس هنخليها الواو دي واو الجماعة. لا، مش باب الاعتقاد، باب التشهي والاعتقاد، حتى يقول فيجوز على اعتقادي أنها صورة الهمزة. وأيضا فهذا يؤدي إلى ما ليس معروفا في اللغة،
وهو اجتماع واوين متطرفين أولهما أولاهما مضمومة مكسور ما قبلها، وثانيتهما ساكنة زي ليواطئوا وليطفئوا كمان وما أشبه. بل إذا أدى الأمر إلى ذلك وجب الإعلال بأمر تصريفي إلى حذف إحدى الواوين، وذلك نحو هؤلاء غازون وراضون. والأصل هو واضح إن الرجل ده كان ضليع في الإيه؟ في اللغة، في اللغة. وخلي بالكم يعني حقيقة أول شيء اللي عايز علوم شرعية أول حاجة ياخد القرآن، لأن ده الأصل في أول شيء. وبعد كده وبعد ذلك يتمكن من اللغة. ولذلك أنا حضرتني خدي في التليفون بيضرب يا بنتي، كان فيه جمعتني جلسة كده، كنا في جامعة القناة، كانت فيه محاضرة زمان من عمر طويل، كانت في كلية الهندسة، وكان مين اللي موجود؟ الدكتور عوض الله حجازي كان رئيس جامعة الأزهر سابقا، وكان الدكتور محي الدين الصافي اللي هو عميد كلية أصول الدين، وكان الدكتور المسير. فقعدنا قعدة بالليل كده، كنا في الاستراحة، فدول أسيادنا قاعد بسمع، فجت سيرة الشيخ الشعراوي، بدأوا يتكلموا على المستوى الذي وصل إليه. اللي خلي بالك اللغة تخليك تتلاعب بأي شيء. فالدكتور عوض الله حجازي من ضمن كلامه اللي سمعته بيقول الذي مكن الشعراوي، لأنه هو كان يعتبر كالرجل يعني في تلك السنة دي، كان عمر كانت أول ما طلعت جريدة اللواء الإسلامي، وكانت لسه طالعة الجماعات وبتاع، وكانت بالندوات دي بتتعمل. الكلام ده داخله في يعني حوالي ممكن يجي 30 سنة. فالدكتور عوض الله حجازي عليه رحمة الله قال، ونسأل الله أن يرحم الجميع، قال اللي مكن الشيخ الشعراوي وجعله في هذا المستوى التمكن من الإيه؟ من اللغة العربية. فواضح أن الشيخ الإيه؟ ولذلك عامل التوجيه اللي أنت بتكلمنا عليه من شوية، اللي هو الدر الإيه؟ الدر المصون. وهو واضح أن مش سهل بيجيب أقوال الإيه؟ مش مجرد ناقل، لا ده ناقل وبيناقش وينقل، لأنه قال وفيه نظر، المسألة ما تنفعش كده خلاص ومشبه. فيبقى هنا إيه؟ إذا أدى الأمر إلى ذلك وجب الإعلال بأمر تصريفي إلى حذف إحدى الواوين، وذلك نحو هؤلاء غازون وراضون. والأصل إيه؟ غازون خلاص، وراضون. فأعل بما هو مستقصى في غير هذا الكتاب. يعني المسألة ترجع لها بقى إيه؟ في موضوع تاني، في اللي هي إيه؟ العلل التصريفية، يعني اللي هو إيه؟ غازون حذفت منها واو، طب الأصل إيه؟ غازون. طب وراضون؟ راضيون، فيه واوين خلاص، إلى أن صار على ما ترى. وأيضا فإن من وقف كذلك لم يكن متبعا لمرسوم الخط البتة، لأنه لفظ بواوين. لو اتكلمنا في موضوع حط الواوين دي، هو بيتكلم على الوجه السادس اللي طرحه الفاسي، إن قال لك فيه واوين والواو محذوفة، أيهما المحذوفة؟ خلاص. فإن من وقف كذلك لم يكن متبعا لمرسوم الخط البتة، لأنه لفظ بواوين وليس في الخط إلا إيه؟ واو واحدة.
فإن قال أقف بواو واحدة على اعتقاد أنها صورة الهمزة فيصدق أن همزة مستهزئون أبدلت واوا، خلاص أبدلت إيه واوا، لم يظهر له فائدة في اللفظ، يبقى أبدلت واوا يبقى ما فيش فائدة في اللفظ، خلاص، لأنه يتحد مع الوجه الرابع لفظا. الوجه الرابع عندنا إيه؟ حذفها وضم الزاي، خلاص، يبقى لو قلنا كده يبقى ده خلاص ملوش لازمة الكلام ده، يبقى يتحد مع الوجه الايه؟ الوجه الايه؟ الرابع، خلاص، إذ لم يلفظ إلا بواو ساكنة قبلها ضمة. وهذه المسألة التي ذكرها الناظم من زياداته على التيسير، إذ ليست في الايه؟ ليست فيه. إعراب البيت مستهزئون مبتدأ على حذف مضاف، أي وهمز إيه؟ مستهزئون. الحذف فيه، الحذف مبتدأ ثاني، وفيه جار ومجرور خبر، والضمير للأول، والجملة في محل رفع خبر، ونحوه، أنت بتدور على ونحوه ولا ونحوه؟ هنقولها إيه؟ ومستهزئون الحذف فيه ونحوه ولا ونحوه؟ خلاص، إعراب الراجل ده بيقول لك ايه؟ عليه رحمة الله، معطوف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض، خلاص، على رأي الايه؟ الكوفيين وابن مالك، ماشي؟ والهاء مضاف إليه عائد على مستهزئون، وضم مبتدأ نكرة سوغ الابتداء بها تقدير وصف، والخبر محذوف دل، احنا بنعرف لمين؟ سنوني، محذوف دل عليه ما بعد، اي ضم في اللفظ كائن قبل الهمزة، وكسر قبل، كسر مبتدا، وقبل ظرف مبني على الضم لنية معنى المضاف اليه، اي قبل الهمزة، قبل الايه؟ الهمزة صفة المبتدا. قيل ماض مبني للنائب، ونائبه ضمير المبتدا، والجملة في محل رفع خبر، وأخمل ماض مبني للنائب معطوف على الماضي قبله، ونائبه ضمير الكسر والألف للإيه؟ للألف للإطلاق. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.